الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة الفضيلة، وككل عام الحمد لله يمن الله علينا بأن نقوم بمساعدة كل محتاج، والحمد لله قدر الله أن نفتتح هذا العام بقفف رمضانية في مجمع مستشفى ابن سينا لفائدة مرضى سرطان الأطفال، وربي يشفيهم ويشفي كل مريض في كل هالعالم يا رب. والحمد لله يعني نقوم بهذا العمل الجليل، ربي يتقبله. وكمان لدينا إن شاء الله مائدة الرحمن سنفتتحها قريبا بإذن الله، وندعو للجميع بالخير والمودة والسلام والرحمة والشفاء يا رب العاجل، وكل عام وأنتم بخير. احنا عندنا شراكة مع العائلات السفراء العرب دائما من سنين وما كيعاونونا، وتنشكرهم وكنشكر المحسنين كلهم اللي كيعاونونا. تنتكلفوا بكل شيء، صديق من أدوية، من رينوفاسيون، من ماتيريال، من كل شيء، أي حاجة كيحتاجها المستشفى حنا كنوفروها لهم بيان سور بالمساعدة ديال المحسنين ديالنا، وكنشكرهم بزاف كلهم. بهاي المناسبة اليوم بحب أشكر أولا جميع المؤسسات اللي ساهمت معنا وعودتنا دائما تساهم في إنجاح هذا النشاط الخيري في هذا الشهر الفضيل، وأخص بالذكر منظمة الأيسيسكو للعلوم الإسلامية والتربية والثقافة، وسفارة الإمارات، سفارة قطر، سفارة الكويت، وأهل الخير وكل من يدعم هذا النشاط. وطبعا احنا عنا كمان برمضان مش بس حنطلق القفة، عنا كمان برنامج أو نشاط خيري اللي هو مائدة الرحمن، وعنا كسوة العيد إن شاء الله كما كل عام، وإن شاء الله تكون في يعني في أماكنها وتساهم بجزء ولو يسير في مساعدة الفئات المهمشة في المجتمع. وإحنا هذه طبعا مبادرة تيمنا بمبادرة جلالة الملك محمد السادس، دائما بعد إطلاقه مبادرة قفة رمضان إحنا نقوم بهذا النشاط بعدهم للمساهمة بهذا النشاط الجيد والخير في شهر الخير والعطاء. كنشكرهم بزاف كيعاونونا على هذا الشيء، يعني كيفرحونا الصراحة. انا عندي الاب ديالو ميت، هذا الوليد اللي مريض متبع معاه دابا ملي كانت عنده 7 شهور، والحمد لله كيعاونونا بزاف، اي حاجه كنطلبوها كنلقاوها موجوده، ومن تما لهنايا ولدي بدا كيتحسن شويه الحمد لله. كنشكرهم على هذه المعاونه اللي كيعطينا، ويعني كل عام تيفرحونا الله يجازيهم بخير. شهر رمضان كريم بزاف الصراحه، كيفرحونا فيه بزاف الله يجازيهم بخير. هذا الشيء اللي كنتمنى من الله، يا ربي يعاونهم ويا ربي يزيدوا يعطيونا اكثر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.